اذكرني، ومعنى اذكرني اذكرني في كل شيء، اذكرني في نعمي عليك، اذكرني في نفسك، اذكرني في عطاءاتي لجوارحك، اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه. ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا ما اقبلت على شربة الماء فقسمه اثلاثا، اشرب اول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله وبعدين قل الحمد لله، وسمي بسم الله وقل الحمد لله، وسمي بسم الله وقل. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بانك انت تعصي ربنا فيه. ليه؟